فيما يتعلق ب بالأشعارك، أنا أعود أوضح لأنه الموضوع يحتاج إلى توضيح. الأشعارك 80% ديال الحالات ديال الفيروس ترجع دابا اللي عنده شي قريب دوز أو شي حاجة راه دوز أشعارك صافي. أولا فيما يتعلق بالإنفلونزا ديال هاد السنة اللي هي إنفلونزا موسمية، أريد مرة أخرى أن أطمئن وأكد أن هناك يعني حالة وبائية عادية مثل السنوات الفارطة، وهذا الشيء متأكدين منه من خلال الرصد الوبائي اللي كنقوم به لا على المستوى المراكز 375 مركز من ضمن 3000 مركز صحي اللي كنتبعوا فيها يعني الوضعية الوبائية، لأنه كنشوف الإنسان اللي كيجي عنده أعراض أو عنده ديال زكام او الانفلونزا او عنده التهاب نفسي، فكنشوفوا بانه تطور خلال السنه وخلال الفصل ديال البرد هو تطور عادي مثل السنوات الماضيه. ثم هناك مستوى اخر ديال الرصد اللي فيه الرصد السريري والرصد الفيرولوجي او الفيروسي، وهذا تيكون في مجموعه المراكز العموميه ومجموعه كذلك ديال العيادات والمصحات، وكناخذوا عينات وكنشوفوا شنو هما اللي عندهم الانفلونزا. 541 عينه اللي عندهم اعراض، يلا 100 اللي عندهم انفلونزا، يعني الانسان يقدر يكون عنده اعراض ديال الانفلونزا وما حاملش الفيروس. هاد 100 اللي حاملين الفيروس فيهم 80% اشائنا. كل سنه في بلادنا هاد الفيروس كيتنقل بين البشر من انسان لانسان، وكل سنه تيكون اما الالف اما الباء اللي عنده النسبة مرتفعة. هاد السنة بحال سنة 2015-2016 جاء الألف مرتفع، فيه جوج ديال الأصناف الأشعارنا مرتفع، وهذه ظاهرة عالمية في جميع العالم. ومنذ 2011 الأشعارنا اللي واحد الوقت كان كيخلع لأنه اختفى ومن بعد رجع، دونك كان كلشي كينتظرو كيشوف، الحمد لله منذ 2011 إلى تي باناليزي، يعني ولا عادي طبيعي، وكنتعاملوا معاه تعامل ديال المنزلة السنوية. حنا كننصحوا المواطنين بانهم يعملوا اللقاح، وحتى الان مازال عليه الحال، وخاصة الفئات الاكثر عرضة، نتكلموا على الناس اللي تكون عندهم مناعة ضعيفة، نساء الحوامل، الاشخاص اللي تيكونوا مسنين عندهم بعض الامراض المزمنة، وكذلك يمكن يمشوا للاستشارة الطبية ان حسوا بانه هناك اعراض تستدعي بعض الادوية مضادات حيوية دي زونتيبيوتيك لما يكون عنده تعفن. المهم طمأن، راه لو فيروس ما عنده علاقة بما يقال اليوم حول يعني الوفيات اللي تنسمع عليها، ما عنده حتى شي علاقة، والوزارة الصحة غتستمر في هذه اليقظة دائما وفي هذا التتبع، وغنعطيكم ان شاء الله كل المعطيات بشكل دوري. شكرا لكم. الحوار الاجتماعي تقول لي احتقان واش كيهم وزارة الصحة؟ هذه المسألة، هذه الكلمة بعدا كنسمعها بزاف في القطاع العمومي. الحوار هو اللي كيخلينا نتأكدوا من مدى قوتها ودورها والاستجابة لها. حنا كل المطالب ديال الفئات المهنية لا في القطاع العام ولا في القطاع الخاص بالنسبة لنا قابلة للنقاش. ما عندناش لا هذه ما تروش فيها.